طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعناوين. مشهد بيونكارثي يورق متساكني حي صبرة بالقيروان بسبب توقف أشغال النظافة والحاجة ملحة للتدخل لإنقاذ الوضع. أنشطة ترفيهية لشباب ولاية لوزر ضمن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية لتقريب الفضاءات الترفيهية من شباب الولايات الداخلية. في الدورة الأولى لمهرجان اللوز بالسواسي لوحات فنية تحتفي بتراث الجهة فلاحياً وثقافياً. انطلقت بعد ظهر اليوم رحلة حجيج ولاية قفصة إلى البقاع المقدسة من مطار قفصة القصر الدولي، رحلة استبشر بها ضيوف الرحمن وتزامنت مع انطلاق أولى الرحلات من المطار بعد توقف دام 11 سنة. غادر 250 حاجا وحاجة مطار قفصة قصر الدولي نحو البقاع المقدسة في رحلة سجلت عودة السفرات الجوية للمطار بعد توقف دام 11 سنة. هذه الرحلة أتت بعد ركود وبعد غياب الرحلات من مطار قفصة قصر دام 11 سنة، أي آخر رحلة وقعت في نوفمبر سنة 2007. إن شاء الله هذه بداية الحركية بمطار قفصة القصر، وإن شاء الله تكون نقطة انطلاق لنشاط جديد، يعني خطوط داخلية ولما لا خطوط دولية. اليوم في مطار قفصة القصر الدولي فرحة، اليوم عرس كبير، حجيجنا باش ينطلقوا من مطار قفصة الدولي بعد تقريبا 10 سنين. طبعا كل الجهات المتداخلة بذلت جهد كبير، وكما تشوفوا الأجواء أجواء فرحة. شوق الحجيج لبلوغ البقاع المقدسة امتزج بفرحة انطلاق السفرة من مطار قفصة القصر الدولي في مشهد احتفالي بلفحة روحانية. والله جوا مصلي على النبي، عز نهار ضيع عنا وعز فرحة، الحمد لله يا ربي كنا نتمناه فيها وجاتنا يا رب ملك الحمد، إن شاء الله لا يحرم منها مؤمن. الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى وفقنا، سنة في 1439 هجري 2018، والحمد لله أن باش ننطلقوا من مطار قفصة قصر الدولي، وهذه الحمد لله بشرى القفصة إن شاء الله، ومن خلال الحجاج إن شاء الله تبقى دائما تحت حماية ربي سبحانه وتعالى ورسوله الكريم. رحلة عودة ضيوف بيت الرحمن برمجت في 30 من أوت الجاري عبر مطار قفصة قصر الدولي. في تسليط للضوء على مشاغل الجهات البيئية، وضعية صعبة يعيشها سكان حي صبرة بالقيروان تتمثل في تراكم الفضلات ما يسبب معاناة كبيرة للأهالي. أوساخ وفضلات في كل مكان، وجحافل من الذباب والباعوض وحتى الحيوانات السامة، وضعية تؤرق متساكني حي صبرة بالقيروان. انقصف المرر منه، البلدية تجيب تصب فضلات لهنا، المقاول اللي يخدم له الناس يجيب يصب لهنا، أي الناس كل جماعة الفري بالفضل تعرف فيه بلهنا هكريت على عين المكان. قلقتنا فهمتي الزبلة، فهمتي ظل راجع علينا الرواح، خاصة في السخانة هذية، بعد قديش يجي كاميون تاع البلدية يعبي من الطريف المغادي هذيك، الطريف المغادي هذيك المغادي، أكاو. واحد ولينا نحبوا نبيعوا ديارنا فرد مر، بالحق ما عادش يحلى تحلى السكنة لهنا بالكل، خاصة الزبلة، ولاو من بلايص بعيدة يجيو يفرغوا زبلتهم لهنا. رئيس بلدية المدينة اعتبر أن الوضعية قديمة وهي في حاجة لحل جذري، كما أكد أن أشغال النظافة ستعود إلى سالف نشاطها بعد توقفها في الأيام القليلة الماضية. احنا جايتنا معدات 5 شاحنات كبيرة إن شاء الله يساهموا في تحسين الوضع، ولكن يقعد ديما راهو الوضع ناقص، لأنه كما قلت لك من الأول 40% من المنطقة البلدية غير مغطاة، هذه زعما إمكانيات بشرية ومادية كبيرة، إن شاء الله نحاول نوفرها في آخر، تعرف عندنا شرطة هما اللي تولينا المهام، وقاعدين نسعى بحول الله باش المنظفة هي أولويات بالطبع. كما يشتكي سكان حي صبرة من انعدام الطرقات المعبدة وقلة أعمدة الإنارة. أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر خلال ليلة أمس تونسيين كانوا يعتزمون اجتياز السواحل البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية،
حسب بلاغ لوزارة الدفاع الوطنية. وجاء في البلاغ أن مجموعتين من الأشخاص جميعهم تونسيون، تتكون الأولى من 13 فردا والثانية من 7 أفراد، تم إنقاذهم بعد تعطل المركبين عرض سواحل جزيرة قرقنة على بعد 80 كيلومترا. وبالتحري معهم صرحوا أنهم أبحروا من سواحل جرجيس لاجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، وتم نقلهم إلى ميناء صفاقس وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم. كما تمكنت وحدة بحرية ثانية تابعة لجيش البحر اليوم من إنقاذ 7 أشخاص إثر تعطل المركب الذي كان يقلهم بجنوب شرق قليبيا. وقد أبحروا وفق نص البلاغ من سواحل قربة لاجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، وتم نقلهم إلى ميناء قليبيا وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم. متزامنا مع عيد الأضحى المبارك والعودة المدرسية، انطلق أمس موسم التخفيضات الصيفية. ليتواصل سابعا ستة النقل التالي حاول رصد حركية أيامه الأولى بعدد من المحال التجارية. لغة الأرقام وحدها هي المتحدث الرسمي من على واجهات المحلات، فمع انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لا شيء غير ما كانت وما أصبحت عليه الأسعار يشد المارين بين الملابس والأحذية. أما عن التخفيضات فككل عام هي حاضرة غيابيا حسب العديد. فما هو توصلت ولا ما فقتش بيه، خاطر السوم نلقاها غالية، معنى مش طايحة شوي، معنى ما طايحوش برش، مش حاجة كبيرة عادي. تم شكون عامل صوت تم شكون مش عامل، والله يا مازلت نختار، مازلت نشوف كيف فين تخفيضات. فما مازلت نشوف، والله مازلت نختار. القطعة اللي كانت ب 20 رداها 30 ورجعها 20 بالضبط. فمش حاجة كبيرة، ما توصل هيك بسول لما لسم هي ما صوت قال يعقوا عليهم. فماش فما حاجات معناها في متناول سبا فما حاجات، فما تنقيص، فما حاجات معناها زادوا شوية ونقصوا شوية، معناها بريسك نفس البري. تخفيضات وأسعار يتحدث عنها التجار أيضا بين مرحب ورافض للتوقيت. سولد ماهوش في وقته بالكل، في طنبك سيزون جاي من وقت خدمة، له في صالح اللي يشري وله في صالح اللي يبيع، نصف قوت ثاني على الاقل، ويدخل حتى على الاقل في الرونتري. فهمت كيف يهبط بوب شيشي للصغار ويلقى ما ياخو ويلقى سوين بيه، فهمت ولا لا؟ توا فماش سامحني يهبط سلعه جديده انا لهنا، فهمت؟ واسوامها غاليه نبيعها باقل من راس ماله. يعني ماهوش اللي نقولوا احنا سولت كالعاده. ربي سهل، يمكن العباد ما زالت في الشتوت. الحمد لله سافا كيما تراو، يعني الموفمون ماشي بالكدا. الصالون زاد كيف كيف، يعني الشعب التونسي عنده فكره على السولد، والناس الكل في بالها اللي فما سولد، والقبيل كان على مستوى يعني التوقعات اللي كنا نستناو فيها. موسم التخفيضات الصيفي وإن اختلفت بشأنه الآراء فإنه يبقى فرصة لخلق حركية اقتصادية وتجارية، خاصة وأنه يتزامن هذه السنة مع عيد الأضحى المبارك والعودة المدرسية، فموسم التخفيضات يتواصل لمدة 6 أسابيع. إلى مشاغل الشباب وأخباره، فوسط رضا المنتفعين بمبادرة تونس دارنا حتى الآن يشرف البرنامج الوطني للسياحة الشبابية بتوزر على نهايته ليختتم في الخامس من الشهر الجاري. في إطار البرنامج الوطني للسباحة الشبابية تونس دارنا لصيف 2018 انتظمت بمدينة توزر أيام ترفيهية والتي تمتد على مدى 20 يوما، يتمتع من خلالها 100 شاب يوميا بيوم متعدد الأنشطة بأحد المسابح بالجهة. البرنامج موجه أساسا لفئة شبابية من 16 سنة ل 25 سنة، هذه الفئة الشبابية اللي نخدموا لها، الكل شباب ولاية توزر. معناها خصصنا أكثر حظوظ للمناطق الحدودية والمناطق الريفية اللي يختاروا الشباب هم
مؤسسة الشبابية اللي راجعة بالنظر لنا، معناها الشباب يقيدوا في دور الشباب نتاعنا ولا في النوادي الريفية، مدير المؤسسة والمنشطين هم اللي اختاروا الشباب هذوما. بعد فقرة السباحة نمر إلى الفقرات الألعاب الرياضية اللي بجانب المسبح، بالإضافة لورشات أخرى اللي هي الورشات التكوينية المرتبطة أساسا بفقرة الحماية المدنية، المعلومات والمعطيات اللي تفيد الشاب في حالات الغرق، في حالات الإسعافات الأولية. المشاركون من الشباب عبروا عن ارتياحهم لمثل هذه البرمجة والمطالبة بمزيد دعم هذه التظاهرات، كما طالب الشباب بمزيد دعم هذه الجهات بفضاءات ترفيهية أخرى قد تساهم في تطوير وصقل مواهبهم. عجبتني يعجبني التنظيم برشا والجو، عملنا برشا نشاطات وبدلنا الجو، التنس والكرة القدم وكرة اليد برشا حاجات بهين. تكفيكم النهارات هذوما ولا ماذا بيكم على ما أكثر؟ ماذا بينا على أكثر؟ والله أجواء باهية وماذا بينا معنا حاجات برشا من النوع هذا، وخاطر احنا ناقصين حاجات كمان هكا ومحرومين احنا كتعرف السخانة، وماذا بينا مسابح بلدية في توزر، وماذا بينا معنا برشا فضاءات معنا للترفيه في جنوب. توعي الشباب من بعد وحده خاصه الانشطه هذه بعد الشباب على برشا حاجات، على الانحراف في حاجه باهيه، يتعلم السباحه، يتعلم كيفاش يعوم، يروح يمشي البحر يعرف كيفاش معناتها على حل قدر الله يغرق الحكايه، نشاط باهي. البرنامج الوطني السباحه مثل فرصه لألفي شاب وشابه مختلف معتمديات توزر بالاستمتاع بعديد الانشطه الترفيهيه قد تساهم في تعويض شباب هذه الجهات الداخليه وخاصه البعيد عن البحر بفك العزله على هذه المناطق المحرومه. إشكال قديم متجدد يرافق افتتاح الدورة 46 للمهرجان الوطني للإسفنج بجرجيس، حيث يخشى المشرفون على الحدث من عدم جاهزية المسرح، والذي بدأ بالفعل في استقبال أولى العروض في انتظار أن تحظى الجهة بمسرح قادر على استيعاب كبرى المناسبات. سهرة افتتاح الدورة 46 للمهرجان الوطني للإسفنج بجرجيس كادت أن تلغى وتلغى معه الدورة الحالية بحسب هيئة التنظيم لتجدد الإشكال المتعلق بجاهزية المسرح ومنح الترخيص الضرورية لهيئة المهرجان لتنظيم السهرات الفنية من قبل الجهات المختصة رغم حصولها عليهم في السابق. المشكلة المسرح أن يكون لك المسرح متداعي، ومعناها نخاف شوية على أرواح البشرية، وربما تقعنا كارثة كما وقعت في صفاقس، وإحنا شكون باش يتحمل المسؤولية؟ ما نتحملوش مسؤولية. إحنا رسلنا البلدية في فيفري وكانت الإجابة في 22 مارس بصلوحية المسرح، لكن ما راعنا إلا في آخر لحظة أن المسرح ما هو جاهز لاستقبال الجماهير اللي باش تحضر مهرجان الإسفنج بجرجيس. حالة المسرح البلدي بجرجيس وافتقار الجهة لمسرح قادر على استيعاب السهرات الفنية الكبرى بات إشكالا يعاني منها جمهور المهرجان ومثقفو الجهة. كانت ماهيش باش تكون لاخر دقيقه الحفله، ولكن من شنيه ماهيش باش تكون من طاقه الاستيعاب اللي ما نجموش نعبوا، معناها العباد المعينه اللي باش تجيك الجرجيس، اللي العباد الكل راهي في جرجيس تحب حاجه ثقافيه اللي باش تخرج لها. مهرجان الاسفنج يعني عنده تاريخه وعنده تقاليده الخاصه به. الاشكال اليوم في جرجيس اللي هي المسرح طاقه الاستيعاب نتاعها ما تلبيش يعني الرغبات نتاع الجمهور الثقافي الموجود في جرجيس. تبقى الجهود مبذولة من قبل هيئة المهرجان للحصول على التراخيص الضرورية لإقامة السهرات في الوقت المناسب المطلوب دون انتظار اللحظة الأخيرة كما حصل في سهرة الافتتاح. دائما مع أجواء المهرجانات ليكون محط الاهتمام اليوم مهرجان اللوز بالكساسبة من معتمدي تسواسية التابعة لولاية المهدية في دورة أولى واعدة تتواصل أياما ثلاثة تقدم لمرتديها عروضا تراثية شتى من موروث الجهة العريق. وين الشعر ردس وفي الكساس بعليه كب الفارس رداسي كحل واختص الوجهين قلبهم فدعاسي. هي أجواء فعاليات الدورة الأولى لمهرجان اللوز بمنطقة أولاد عبدالله الكساسبة من معتمدية السواسي بولاية المهدية، هذه المنطقة التي تعرف بإنتاج اللوز والذي يتصدر المرتبة الثالثة على المستوى الوطني. التظاهرة انطلقت ببادرة من شباب الجهة. أولا الأهداف ثقافية بالأساس،
تحريك المنطقة لأنها منطقة جاية في مثلث صامت جدا، تحريكها ثقافيا كان من ضروريات الأساسية. ثم البعد الثاني هو بعد تنموي، بعد تنموي يعني فلاحيا المنطقة مشهورة برشا باللوز، وفي يعني في قدراتنا توا أن نجددوا الغابات نتاع اللوز اللي أصابها الهرم. الأنواع اللوز هي متنوعة ومتعددة، السواسي تمتاز تقريبا ثلاثة أنواع اللي هي العشاق والعربي والبلاتر. خصوصية اللوز هي موجودة في كامل الربوع السواسي، خصوصية أن نبيعوا فيه نصدروا فيه للصفاقس، عندنا شكون قاعد ياخذ في جهة صفاقس اللوز، وكل الأغلبية ياخذوا في جهة صفاقس، صفاقس يتكسر ويتباع ويتعلب ويتباع للتصدير خاصة للدول الأوروبية. أهالي منطقة الكسسبة توافدوا على فضاء المهرجان متحملين بذلك عناء المشي بين ثنايا هذه الطريق الوعيرة في سبيل أن يظفروا بمتعة الفرجة في هذا الفضاء الطبيعي الخلاب. تحفونا علخ، إن شاء الله تتعاد مرة أخرى. كم نحن في حاجة أكيدة جدا لمثل هالأمسيات والمهرجانات خاصة في الأرياف. تعرف الأرياف محرومة، الأرياف يلزمها ثقافة تدخلها من أي باب. والسواسي الكبرى معروفة بهالفن هذا، اللدبة والشعر والفرسان والغناية. على محمد على مهرجان اللوز، الله واحد خمسة وخميس، يحيى تونس. معروفين باللوز ومعروفين بالزيتون ومعروفين بولادنا وبشبابنا. كل عام نجمع وننقش ونسهر الليل ننقش ونعملوا الحلوة باللوز ونعملوا التاي باللوز ونبيع ونقضوا مصالحنا باللوز. لوحات فنية مزجت بين الشعر والغناء والاستعراض والفروسية إحياء للتراث الجهافي فلاحيا وثقافيا، وهو ما تهدف إليه النسخة الأولى لهذا المهرجان في بعدها التنموي، في محاولة للاهتمام أكثر بغابات اللوز على أمل دورات قادمة تزيد من إشعاع المنطقة. ختاما هذا تذكير بالعناوين. مشهد نابي كارثي يرق متساكني حي صبرا بالقيروان بسبب توقف أشغال النظافة والحاجة ملحة للتدخل لإنقاذ الوقت. أنشطة ترفيهية لشباب ولاية وزر ضمن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية لتقريب الفضاءات الترفيهية من شباب الولايات الداخلية. وفي الدورة الأولى لمهرجان اللوز بالسواسي لوحات فنية تحتفي بتراث الجهة فلاحيا وثقافيا. هذه هي النشرة، وغيرها من الأخبار تجدونها على بوابة التلفزة التونسية. في أمان الله.